كل مصر بتتفرج وكل مصر حاسه ان البرامج اللي في قناه النادي الاهلي، انا ما بتكلمش على برنامج واحد، انا بتكلم على قناه النادي الاهلي. قناه النادي الاهلي هي من القنوات المؤثره، بدليل انترفيو اتعمل الكلمتين اللي قالهم علاء ما خدوش 3 4 5 دقائق. طيب خلينا نروح نشوف الكلمتين اللي قالهم كابتن علاء عبد الغني في موقف حصل بين لاعب في نادي الزمالك ولاعب اخر في نادي الزمالك، اتقال في وجود كابتن عماد النحاس امبارح في برنامج سهرة معه، ونرجع نكمل مع حضراتكم. يعني احنا لعبنا ثلاث ورابع، فيمكن الجون ده لما جه بالظبط يعني ابو تريكه راح نازل لتحت وكان احمد غانم ماسك القريب. فالمهم ابو تريكه جاب الجون، كان له حركه شهيره كده انه بيعمل مروحه بايديه وبتاع. فبقول لاحمد غانم انت ما طلعتش عليه يا احمد، قال لي لا استنى بس كده ببص على المروحه اصل شكلها كويس. يمكن عماد عارف الموضوع ده يعني. اقول له عماد طبعا ربنا يوفقك، انت مدرب محترم، مدرب كبير، اتعاملت معاك يمكن كاصحاب بس ما اتعاملت اكتر وقربت منك اكتر. حسيت انت قد ايه مدرب، شخصيه كويسه وشخصيه محترمه وشخصيه طبيعيه وتتحب طبعا، ولازم الحمد لله يعني الفتره اللي جايه نقف كلنا معاك لانك مدرب كبير ومدرب كويس. اتمنى ان شاء الله ان انا اشوفك حتى في منتخب مصر كرجل اول مش رجل ثاني، ويمكن جات له بشكل كويس بس هي الفتره. ده كان كلام كابتن علاء عبد الغني. هو قال موقف حصل ما بين اتنين لعيبه في نادي الزمالك. قصه بقى من امبارح الساعه 2 لغايه النهارده وانا داخل القناه. كل الناس عماله تتكلم، انا بشوف طبعا على السوشيال ميديا وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي، بشوف قد ايه، بس زي ما قلت لحضراتكم ببقى سعيد جدا الحقيقه. لان احنا دايما عندنا سياسه بنمشي عليها وهي الاحترام والرقي والادب، عمرنا ما بنغلط في حد. امبارح انا وجهت سؤال واضح للكابتن عماد النحاس، شوفوا رد عماد النحاس كان عامل ازاي. كابتن عماد النحاس امبارح بيرد لما بقول له انت متهم بالتفويت في مباريات النادي الاهلي مع المقاولين العرب. رد الكابتن عماد النحاس رد راقي، رد محترم، قد ايه هو عند المسؤوليه اللي ملقاه عليه في وجوده كمدير فني لنادي كبير جدا اسمه نادي المقاولين العرب. وبالتالي الناس اتكلمت برضه في النقطه دي امبارح لغايه النهارده برضه طول النهار على السوشيال ميديا، حاجات غريبه جدا بتتقال وحاجات غريبه جدا. راجل اتكلم وشرح وجهه نظره بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب بدون الغلط في اي حد، على الرغم من كميه الكلام اللي اتقال عليه خلال الفتره اللي كانت مباراه الاهلي والمقاولين. ويمكن احنا طلعنا قلنا لحضراتكم هذا الكلام قبلها، قبل المباراه وقبل مباراه الانتاج قلنا لكم برضو ان هيتقال كذا 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 كذا. فالحقيقه انا بشوف دايما ان الحاجات دي لما بتحصل ببقى سعيد، ما ببقاش زعلان ومتضايق، خصوصا ان احنا ماشيين على نفس الاطار اللي القناه حطاه لنا، ان احنا نمشي في اطار ازاي تقدر ترد على كل الناس بمنتهى الاحترام والادب والاخلاق. عمرنا ما هننساق لحد، عمرنا ما هننزل لمستوى حد، وانا هنا اقصد اي حد يتكلم علينا او اي حد يتكلم على النادي الاهلي. هو ده دورنا وده اسلوبنا، احنا بنعلم اجيال، احنا مش بنطلع نزيع، او على قد ما نقدر بنحاول ان احنا نكون، مش انا اللي بعلم يعني، لكن اسم النادي الاهلي دائما ما يعلم اجيال. اسم النادي الاهلي أول ما تقول الأهلي بتقول الرقي والاحترام والأدب والأخلاق والمبادئ والقيم وعائلة الأهلي. هو ده لما بتجيب اسم الأهلي، فكل الكلام ده إحنا على قد ما بنقدر بنحاول نطبقه. البعض بيبعت لي يقول لي أنت في بعض الأحيان ما بتردش على أي إهانة أو لا قدر الله أي حاجة بتحصل ضد النادي الأهلي، لا أنا برد وبرد كويس جدا. ولكن برد باسم النادي الأهلي. ببقى دايما حاطط في دماغي وحاطط أسلوب لازم اتكلم بيه اسمه في الاخر لما اجي اتكلم. انا بشتغل في قناه النادي الاهلي وبتكلم وانا داخل قناه النادي الاهلي، فلازم ابقى عارف انا بتكلم ازاي ولازم ابقى عارف انا برد ازاي، لان في الاخر اسم النادي الاهلي على الشاشه امام حضراتكم كده بتلاقوا قناه النادي الاهلي، فما ينفعش الواحد يطلع يهلفط باي كلام ويقول اي كلام ويشتم ويجيب كلمه من هنا وكلمه من هنا. لا، زي ما قلت لحضراتكم احنا بنمشي في السياسه اللي محطوطه بمنتهى الرقي وبمنتهى الادب وبمنتهى الاحترام، وبننتقد وبننتقد باسلوب حاد جدا ولكنه او جريء جدا ولكنه محترم جدا. هو ده الاسلوب اللي اتعلمناه في النادي الاهلي. عمركم شفتوا النادي الاهلي دخل في معركه كلاميه مع حد؟
خلال الفترة اللي فاتت. أنا جيت هنا في شهر يناير، أول شهر يناير 4/1/2019. فترة كانت صعبة جدا، لغاية دلوقتي هي فترة صعبة جدا وفيها حاجات كتيرة جدا حصلت وفيها أشياء كتيرة جدا، لكن عمرنا غلطنا؟ حد مسك على حد في قناة النادي الأهلي حاجة غلط؟ لأ. ليه؟ ليه لأ؟ لأن كلنا، وأنا بتكلمش هنا عن نفسي فقط، أنا بتكلم عننا كلنا، إن قناة النادي الأهلي تحمل اسم النادي الأهلي، وبالتالي كلنا بنحترم هذا الاسم بشكل كبير جدا، وكلنا لما بنيجي نتكلم بنتكلم وعارفين إن فوقينا أو على الشاشة اللي احنا بنتكلم عليها دي اسم النادي الأهلي.